هذا يسأل عن نقل العين، عين الميت، وجعلها في حي، يعني زراعة الأعضاء المعروفة، زراعة الأعضاء المعروفة، هل يجوز هذا؟ هذا يجوز بالنسبة للحي، إنه يتبرع، يجوز للحي إنه يتبرع بشيء من جسمه ليزرع في إنسان آخر محتاج إلى ذلك بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون على المأخوذ منه ضرر، أي لا يكون فيه ضرر عليه. الشرط الثاني أن يكون هذا ينفع الآخر المتبرع له، ينفعه، قرر الأطباء إن هذا يصلح له. فإذا كان ما في ضرر على المأخوذ منه وهو ينفع المأخوذ له فلا بأس بذلك. أما الميت لا، الميت له حرمة ولا يؤخذ شيء من أعضائه أبدا، وإنما يحترم ويصان ويدفن بعد تجهيزه ولا يعتدى عليه، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وهو الميت ما له إذن، ما أذلك في هذا، لا يجوز تشويه الميت وأخذ أعضائه، هذا أمر لا يجوز، مع أن عين الميت ما تنفع، عين الميت ما تنفع، إذا مات الإنسان ماتت أعضاؤه، وإنما تؤخذ وهو قبل الوفاة، تؤخذ منه وهو في النزع الأخير. يقولون إذا مات دماغيا، إذا مات دماغيا ما بعد مات، ما يجوز أخذ شيء من أعضائه، هذا تعذيب له ولا يجوز. المهم أن الميت لا، أو من نزل به الموت لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضائه، إنما هذا في الحي السليم الذي يدري ويعقل ويتبرع، هذا هو اللي. أما إذا نزل به الموت فليس له تصرف في ماله، ليس له تصرف في ماله، فكيف يتصرف في أعضائه؟ نعم.